مرحبا. اليوم بدي اورجيكم جيم هيك صغير 8 بت اسمه اسكيب جوت. اسكيب جوت بلاتفورمر بازلر. طبعا انت بتكون هذا التيس البنفسجي اللي هون اللي هو حاكموه بتهمة الشعوذة وودوه على سجن شكله بجهنم بس ماني متأكد بصراحة، بس مو مشكلة. طبعا هلا هو بهذا السجن او وات ايفر وعم يحاول شو ينقذ الخواريف هدول اللي موجودين هون. طبعا انا لحد هلا انقذت 4 وبقيان 1 2 3 4 5. اوكي هلا خلني اورجيكم اللعبه بالضبط. حفوت هون. طبعا اللعبه فيك تلعبها بالكنترولر او بالكيبورد، اثنيناتهم شغالين. تمام الفكره، عندك الجوت هاد، خليني بس لحظه شو كان الزر. ايه هاد تمام. الجوت او التيس، خلينا نقول تيس، بدنا نخليه يطلع يجيب المفاتيح اللي بالغرفه. شوفوا في واحد مفتاح اليسار فوق، واحد بالنص، واحد تحت، بده يجيبهم وبده يفتح الباب اللي على الزاويه. شلون؟ طبعا بده يستعمل الابيليتيز اللي عنده. ابيليتيز طبعا في نط، في يعمل دبل جامب، بتعرفوا بكل الجيمز في دبل جامب، وفي يستعمل، في معه صديقه الفار. الفار بصير بيطلع طبعا انا غلطت فحاعمل ريستارت للمرحله. اوكي بدك تحاول تحل البازل اللي بالغرفه. طبعا هلا هيك كبس زرار. اوكي افتح. اللعنة. ماشي نعمل مره ثانيه. توقيت توقيت. اوكي روح مره ثانيه. اوكي هيك خالص حلو. نرجع الفار. نفس الشيء هون، ناخذ هاد. ناخذ المفتاح ونروح على الاوضه اللي بعدها وهكذا. فبدك تصير تستعمل الابيليتيز اللي عندك، هي كل الفكره. طبعا هلا هيك بس انا هذا الزر، في هاي الصندوق عم يروح، بدك تحاول تحل البازلز. اوكي هي فعليا الفكره من اسكيب جوت، وتحاول بالاخير تهرب من كل اوضه. اوكي ديد، نعمل ريستارت. هلا اذا خليت الفار يطلع شو بصير؟ طبعا بصير الفار بيمشي على الحيطان. في غرف مثلا بيكون في عليها ثلج، في غرف بيكون عليها فيك مثلا تنطح بعض الاشياء. اوكي اوب تاخرت. طيب تمام يلا يلا. او كمان طبعا هلا لانه صرت تقريبا بالنص الثاني من اللعبه صارت البازلز شوي صعبه. اوكي طفيناهم كلهم. ها شو لازم اعمل هون؟ هلا هذا مستحيل يمرق من هون. طب هات لك شوف شو نعمل بهذا. تاع ايه 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 هلا عرف شو بدي اعمل. طبعا هاي وحده من الابيليتيز اللي عند الفار تبعك، هي انه بتصير تقدر هلا لاني جبت الطاقيه، الفار صار عنده طاقيه. اللي بقدر اعمله هو انه اصير اعمل تليبورت محل ما هو الفار. اوكي فحنزل هذا هيك، خليه يطلع من هون، جيب المفتاح، اطلع من هون، وارجع اطلع من الأوضة، وهكذا. جيم كتير بسيط، سيمبل وحلو.
الميوزك كتير حلو، البيكسل ارت جيد يعني. يعني صحيح هو شكله بدائي وكأنه من نينتندو، بس النينتندو القديم، بس بصراحة حلو يعني، أنا حبيته يعني، قاعد عم بلعب واستمتعت. مهم، هاي هي اسكيب جوت، اللي بحب الألعاب اللي مثل هاي البازلز go for it، حلوة كتير. بشوفكم بعدين، لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير. سلام.